بريتا، بريتا، منيح اني لقيتك بالاخير. في شيء كثير مهم لازم تعرفيه، تعالي معي. بس دقيقه جانكي، اسمعي بتحكي معه بعدين. جانكي طيب، بس خليني لك اتركي ايدي وخليني اعمل لحظه. بس بريدفي اللي مسمح له انه يمسك لايدا. ايه لك انت، شو مشكلتك انت؟ بريتا اسمعيني شوي، ما انه طبيعي، وقح كثير معي. هاد ما صفي عقل براسه ابدا وعم يتهمني الي بهذا الشيء. بيحكي حكي مو مفهوم منه شيء ابدا. ايه مزبوط الحق معك، بس انا كنت جاي كرمال اقول لك انه رح اسالك سؤال وبدي اياكي تجاوبيني. اليوم انا انخطبت وهذا اليوم مهم كثير لعائلتنا، انا مو من حقي افرح مثل غيري، بس حتى اليوم هو جاي مشان يتمسخر يا علي. بنتي روقي واسمعيني شوي. هيك بيتصرفوا الرفقات. كاران شاب مو شاطر غير بالكلام، تخيلي عم يدعي اني رفيقته، مو المفروض انه يكون جزء من فرحتي. بس هو عم يستهزئ فيي ويقلل من قيمتي بس ليخرب علي كل شيء. طيب ماشي بريتا، بس اسمعيني شوي. مو كنتي موجوده هون؟ قولي الحقيقه ولا تجامليني، انا غلطت بشيء؟ الكل كانوا عم يرقصوا وانا كمان رقصت مثلهم بشكل طبيعي، ليش عم يعمل قصه كبيره منا؟ ما عم بفهم بريتا. هذا مو سبب كافي لحتى يعصب علي، ما عم بقدر صدق انه هذا بيكون اخوه لريشاب. خلص كدي كرم معه حق بكل شيء، صار لي ساعة عم حاول احكي معك بس انت ضايجة وما عم تعطيني مجال لاشرح لك، بس بدك تحكي وما بدك تسمعي كلامي. وقفي بصفه انت كمان، اتركوني لحالي، ما بدي احكي مع حدا. ما انا طبيعية، هي حتى ما رضيت انها تسمعني، هالشي مو منيح. شو لازم ساوي؟ بنتي بريتا بدهم يخدعوكي ويضحكوا عليكي، ليش مانك عم تفهمي علي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.